مرحبا برج الأسد، أهلا فيكم في القراءة العامة. قراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي من الكواكب عندك موجودة في برج الأسد، بس أنت اللي لازم تشوف القراءة عزيزي المتابع وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا. القراءة راح نشوف فيها بشكل عام الجوانب العملية، الدراسة، العمل، الأمور المالية وأيضا الحياة العاطفية بشكل عام، وفي آخر القراءة راح نشوف ما هي المفاجآت أو المفاجأة اللي بانتظارك. نبتدي في جانب الأموال، خلينا نشوف شلون راح تكون أمورك المالية. أوكي، كرت برج الحمل الإمبراطور، أمورك المالية راح تكون جدا مستقرة أكثر مما تتصور في الفترة القادمة. يعني الأموال اللي عندك بإذن الله إذا ما زادت ما راح تقل، راح تحافظ على وضعها الحالي بأقل تقدير. وإذا كنت تريد أن تطور من وضعك المالي أو تحسن منه خلال الأشهر القادمة، فخلال شهر ترى فيه فرصة جدا ممتازة، لأن هذا ملك الملوك البوس أو الرئيس أو المدير، بما معنى التغييرات اللي تبي تحققها في أموالك تقدر تحققها. أنت قادر، عندك الموارد، عندك المهارات، يبي لك مجرد أن تنوي وتعمل تجاه هذا الشيء. أوكي، خلنا نشوف الحين الوظيفة اللي منكم عندهم وظيفة. ثلاث كرتات ما باخذهم، كرت واحد فقط للوظيفة. اوكي، كرت برج القوس، التوازن او التعادل، تمبرنس. بخصوص الوظيفة راح يصير في تحول جدا لطيف عندك، راح تسهل عليك المهمات في الفترة القادمة. يعني لو كان يا برج الأسد دائما يعطونك المهمات الصعبة أو وظيفتك بطبيعتها صعبة أو تتطلب منك، راح تلاقي إن في طريقة عشان تسهل على نفسك المهام. أوكي، راح يكون في مرونة أكثر في الفترة القادمة في ساعات العمل، في المسؤوليات اللي عندك في الوظيفة. أوكي، راح تستطيع أنت أن تتحكم بمدى، خلينا نقول بمدى صعوبة أدائك عملك. إنزين، إذا تبي إنه يكون صعب وتأخذ مهمات مستحيلة تقدر، أو تبي تكون مجرد مرتاح أيضا تقدر. في الفترة القادمة في العمل أكثر ما إنك تكون موظف راح تكون مستشار للكثير من مشاكل تحتاج حلول، راح يأتون إليك أنت يا برج الأسد. إنزين، راح تكون قاعد على كرسي ويأتونك من أجل المشورة، زملائك في العمل أو حتى رؤسائك، وأنت تقدم لهم الحلول العملية. إنزين، خلينا نشوف الدراسة. شفينا خلط بالعكس، الدراسة لبرج الأسد. فارس الأكواب، المرحلة اللي أنت فيها راح تعديها بنجاح وبدون صعوبات، ولكن كأنما الصعوبة اللي أنت قاعد تواجهها يا برج الأسد مو في الدراسة نفسها بس في البيئة. أحس هني أن برج الأسد في الفترة القادمة لازم تركز على محاولتك أن تخلي مدرس المادة، أوكي، الرئيس على المادة، الرئيس على الجامعة، أنه يتعاون معك. هني محاولات للتعاون، للتقريب بين الأشخاص. هذه راح تكون في الدراسة، هذه عقبتك، أنه مثلا في مدرس ما يحبك، في مدير ما يحبك. محاولتك التقرب، التلاطف، أن أنت تلاطفه. خلينا نشوف
في البحث عن عمل، وبما أن عندنا أيضا فارس الأكوان معناته أن مهمتك القادمة راح تنجح فيها إن شاء الله، الكورس القادم، المادة القادمة راح تنجح فيها. خلينا نشوف الباحثين عن عمل. كرت الموت، كرت برج العقرب، احتمال ان احد من برج العقرب راح يساعدك. هني في شخص انت تعز عليه، اوكي، او تشافك وحب انه يساعدك. شوفوا هني عندنا فارس الخماسيات. انزين، انت صار لك فتره يمكن يا برج الاسد تبحث عن عمل او عمل بالمواصفات المعينه اللي في بالك. فهذا الشخص في مكان الحين ما عنده وظيفه شاغره، ولكن لانه يريد ان يساعدك راح يخلق لك وظيفه، راح يرفع سماعه التلفون ويحاول انه يساعدك، يحاول انه يوظفك حتى لو ما كان في ضروره للتوظيف. خلينا نشوف الحياه العاطفيه بشكل عام، سواء انتم منفصلين او مرتبطين. برج الأسد، الحياة العاطفية. أوكي، ملكة الأرض. برج الأسد، شريكك في الفترة القادمة راح يشوفك إن أنت مستقل عنه وما تحتاج إلى مساعدته. إنزين، فأشوفه هني كأنما راح يعطيك ثقة زيادة، راح يعطيك مسؤولية زيادة، ان انت مثلا لو كان في مثلا بينكم انفصال وانت عندك الابناء او هو عنده الحضانة، راح يكون في انتقال للحضانة، راح يكون في حمل ايضا انتقال للحضانة شيء معين. شريكك راح يحول لك شيء، يحول لك مبلغ من الاموال، يحول لك مسؤولية أبناء، أوكي، يحول لك حتى عقار باسمك، سيارة باسمك، في نوع من التحويل اللي أنت هني حاطه في يدك ومستمتع فيه أو مرتاح لأنه صار تغير إلى الأفضل مع شريكك. ولكن أحس هني كأنما هو مبتعد لأنه مشغول، لأنه عنده ظروف معينة ما يقدر يكون معاك، ولكن أعطاك شيء، حول لك شيء. قلنا أموال، قلنا عقار، قلنا حمل، كان في شيء بعد في بالي إذا جتني الفكرة بقوله. إنزين، خلينا نشوف وكالة أيضا، نوع من الوكالة. شريكك راح يثق فيك كفاية إنه يعطيك وكالة لشيء، يخولك في شيء. توافق جميل، ولكن هو أحسه مو موجود 100%، مشغول في شيء ثاني، احتمال مسافر عنك. اللي ما عنده شريك، طبعا العزاب ينتظروني في قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك بإذن الله، بسويها بعدين. خلينا نشوف الحين الصحة. تسع الخماسيات، برج الأسد، في الفترة القادمة عليك أن تكون جدا مسترخي، لا تعصب ولا تنفعل، اوكي، لا تخلي اي احد ياثر على نفسيتك، اهتم بنفسك داخليا وخارجيا، لان هني مجرد التحذير الوحيد ان الاشياء اللي تخص العصبيه مثل الصداع، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، هاي الاشياء اللي ممكن تصيدك احتمال اذا انت ظليت دائما تنفعل. اهتم بنفسك داخليا روحانيا، اوكي، واهتم ايضا بشكلك، باموالك، بحياتك الخاصة، خل تركيزك على نفسك، لا تركز على الاخرين. في الفترة القادمة راح تنفعل معاهم على الفاضي، حرقة اعصاب على الفاضي، ركز في نفسك عشان تتفادى كل المشاكل الصحية. خلينا نشوف الامور القانونية. او اذا عندك اي شيء في النظام القضائي. اوكي،
عندنا هني ملكة الأرض وهني أيضا ملكة الأكواب. برج الحوت، العقرب، السرطان. الحمد لله. انزل في الأمور القضائية، أحس أن في الفترة القادمة المحكمة على وشك أن تحكم لصالحك، ولكن راح يأتي الخصم ويطلب منك إما أنك تعيد النظر في اتهامه، تعيد النظر أو تسحب قضيتك مثلا. يحاولون أن يثيرون استعطافك ويقولون لك أجل الموضوع لحد ما نقدر ندفع لك، أو أجل الموضوع لحد ما أطلع من المشكلة اللي أنا فيها. هني بعد في الأمور القضائية أحس أن في أحد يا برج الأسد يطلب مساعدتك في أو خبرتك في الأمور القانونية أيضا. مستشار هني كبكرت، هني وهني طاقتين تبع المياه، طاقة الأكواب هني والكوب هني، حسيت أن هي استشارة، أن أنت متربع وهم يستشيرونك، لأن أوردي أنت قطعت مشوار يا برج الأسد في الخبرة في الحياة. خلينا نشوف شنو الطاقة اللي راح تتحداك خلال هذا الشهر، تستفزك. Triumph flies. Okay. الكذب، ان احنا مو نقول الحقيقة راح تبزغ الى الناس. التحدي خلال هاي الفترة، خصوصا لما شفنا طاقة الامور القانونية، اوكي، اذا انت عندك مطالبة، احس هي ان برج الاسد عندك مطالبة في الفترة القادمة بورث، بحضانة، باحد يدين لك بشيء، اوكي، انت عندك مطالبة وعندك حق راح تحصلها. احس ان الخصم، الطرف الثاني، الورثة الاخرين مثلا، الزوجة الاولى، الابناء مثلا، راح يحاولون ان في البداية يستعطفونك عشان تؤجل القضية او ما ترفع القضية او تتساعد معاهم، ولكن بعدين يكذبون، يماطلون، يتلاعبون. احذر، اوكي، لان هاي الطاقة هي طاقة التحدي، ان ما يميلون، ما يستعطفونك. لا تنسى من البداية قلت لك انت داخل هاي الشهر انت اصلا قاعد تحاول ان تستعطف حتى في الدراسة احد، ان تخليه يتعاون معك عشان تصل الى هدفك في الدراسة. فهني طاقة وايد استعطاف، انت محتاج الى الاستعطاف، بس في ناس على راسك قاعدين يمثلون انهم بحاجة الى المساعدة، ولكن يمكن هم فعلا محتاجين مساعدة وانت راح تعطيهم الاستشارة، ولكن الحذر، الحذر من هذولين الناس اللي احنا نقول تساعدهم وبعدين يرجعون يأذونك، اوكي، تساعدهم وبعدين يرجعون يطعنونك في ظهرك، يدعون شيء ثاني، يدعون ان انت اذيتهم ما ساعدتهم. هاي الطاقة اللي لازم تحذر منها. خلينا نشوف شنو الطاقة اللي راح تعاونك خلال شهر سبتمبر، الطاقة اللي بتكون حليفتك. The sacred union, partnership and romance. بالضبط، برج الأسد، الطاقة اللي راح تكون حليفتك، إنه راح يكون في شخص يرجع إلى أحضانك، أو شخص حتى جديد. ممكن يكون وايد برج مائي، زين، أنا فيها طاقة ليونة هني. Sacred Union، الاجتماع المقدس، راح تجتمع مع شخص، تلتقي بشخص، مو شرط عاطفيا، ترى الحياة مو كلها حب. تلتقي بشخص راح يفتح عينك على أنه هو فعلا حليفك، ويحذرك من هذين الأشخاص، أن لا تثق فيهم، لا تتعاون معهم، لا تحط اسمك مع اسمهم في مشروع، باكر راح يطعنونك بظهرك. راح يكون في لك حليف غير متوقع، من كل الحشد المحيط فيك والزحمة راح يطلع لك شخص ما تتوقعه أبدا، يحاول يفتح عينك، وأخلاقه تقريبا مبادئه نفس مبادئك. ممكن يكون في الحب، لأن هنا عندنا الزواج والارتباط، ممكن يكون شراكة عمل،
ممكن يكون أي نوع من الاجتماع، أوكي؟ أوكي، السيف الصغير، شريك سابق، إنزين، هذا شريك سابق، سيف المراهق، شريك سابق يظهر من العدم ويقول لك أنا لحد الآن مو قادر أنساك، هذا شيء من العدم، من العدم يتصل فيك، من العدم يقول لك كنت أفكر فيك، اشتكت لك، إنزين. هذا في الحياة العاطفية، ولكن هذه الطاقة أحسها أيضا في الحياة العملية، راح يكون في مفاجأة. برج الأسد راح تدرك خصوصا في جانب الحياة العملية والمشاريع أن في شخص كان بالخفاء يحاول أنه يتنافس معك ويحفر لك أو ما يتمنى لك الخير، يمثل أنه هو صديقك، يمثل أنه هو يدعمك في مشروعك، ولكن هني طاقة الاستعطاف، طاقة اللي دايما يستشيرك وحوم حولك، أنا دايما أسميها طاقة اللي تحوم. إذا أنت راعي بزنس أو راعي إنسان عندك وظيفة، احذر احذر يا برج الأسد إن ما تخلي ناس يحومون حولك عشان يأخذون منك أسرار المهنة، أوكي، والخبرة، وبعدين يستعملون نفس السيف هذا عشان يطعنونك فيه. راح يكون في شخص طموح، احتمال أصغر منك في السن، إنزين، أو شخص جديد، زين، موظف جديد، متدرب جديد في مكان العمل أو في بزنسك الخاص. عزيزي برج الأسد، هذه كانت قراءتك.